أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر. نعوذ بالله من ذلك، لا يجوز استعمال السحر لا للجمع بين الزوجين ولا لتفريق الزوجين ولا غير ذلك، لأن السحر تعلمه وتعليمه والعمل به كفر بالله عز وجل، فلا يجوز تعاطيه، وهو منكر عظيم يجب إنكاره، ويجب الأخذ على يد من يعمل هذا الشيء برفعه إلى الحاكم الشرعي. نعم.